البروتكتيف هاوزنج هو المكون الخارجي الثاني، والمكون الخارجي الثاني ده مهم جدا الحقيقه، علشان زي ما احنا عارفين كده، احنا بنتكلم على الاكشوال اكس راي نفسها، اكس راي تيوب نفسها بتبقى معموله بشكل زجاجي، يعني بيبقى معموله بشكل زجاجي بشكل ده كده. فلو تخيلنا ان احنا عندنا حاجه بتجنريت حراره بالشكل دوت في ستراكشر شكل زجاجي بالشكل ده كده، ممكن يبقى في عندنا مشاكل الحقيقه، ان ممكن الزجاج نفسه يعني صعب جدا طبعا تحريكه، وصعب جدا ان احنا يعني نثبته في اي مكان او في اي ستراكشر زي السبورت ستراكشرز اللي كنا بنتكلم عليها. فلازم يكون في حاجه زي اكسترنال ستراكشر كده بنسميه بروتكتيف هاوزنج، يبقى موجود في الاكس راي تيوب نفسها بكل مكوناتها اللي هي تعتبر فيري ديليكت. اوكي، فبيسكلي احنا برضو واحده من الحاجات المهمه الحقيقه، الاكس راي لما بتطلع من التارجت بتطلع بشكل ايزوتروبيك. ايزوتروبيك معناها بتطلع في جميع الاتجاهات. دي بتعمل لنا مشكله الحقيقه، ان احنا عندنا في ليكج راديشن بيطلع في جميع الاتجاهات لو احنا مش عاملين البروتكتيف هاوزنج دوت. فالبروتكتيف هاوزنج مهمته ان هو بيسكلي يخلي فيه بس جاست وان ويندو، الوان ويندو دي بيطلع منها الاكس راي اللي احنا بنقدر نصور بيها، اللي احنا بنسميها اليوسفول بيم، اللي هو البيم اللي هو المفيد في التصوير. ويبقى بيسكلي بقيه الاتجاهات الاخرى البروتكتيف هاوزنج ده يمتصها بحيث ان هي ما تعملش اكسترنال يعني راديشن، يبقى ملوش لازمه، يبقى بالنسبه لنا ممكن يعرض الناس اللي موجودين في غرفه الاشعه لاشعاع من غير لازم. فبيسكلي بنتكلم على only the x-ray emitted through the window، x-rays اللي هي خارجه من الويندو دي بنسميها اليوسفول بيم. وبيسكلي ممكن يبقى في عندنا ستيل بعض الاكس رايز اللي بتخرج من خلال البروتكتيف هاوزنج دي، بنسميها الليكج راديشن. دي طبعا بتبقى قليله بس برضه ستيل موجوده، ما نقدرش ان احنا نخلي الراديشن ليكج بيساوي صفر. فبيسكلي الليكج راديشن كونتريبيوتس نثينج تو دايجنوستيك انفورميشن. طبعا احنا بنتخيل ان احنا عندنا البيشنت واقف قصاد الفتحه دي، وبالتالي اي اكس راي بيطلع من اي اتجاه اخر لا علاقه له بالتصوير على الاطلاق. فبالتالي لو احنا عندنا ليكج راديشن بشكل كبير يعمل لنا مشكله، ان هو بيعمل حاجه زي يعني باك جراوند راديشن كده، ممكن اي حد موجود في غرفه العمليات يتعرض له من غير لازم، او غرفه التصوير ممكن يتعرض له من غير اي داعي. فبالتالي ده مش حاجه مفيده بالنسبه لنا، ولازم ان احنا نحاول نقلله على قد ما نقدر. فبيسكلي البروتكتيف هاوزنج بيعمل جاردنج اجينست اكسسيف راديشن اكسبوجر. وبرضه الحقيقه نتيجه ان احنا بنحط هنا زي ما احنا كنا بنتكلم من شويه، الفولت اللي احنا بنحطه بين الكاثود وبين الانود هنا الحقيقه بنتكلم حاجات بالكيلو فولت، وبنتكلم على 100 كيلو فولت 120 كيلو فولت. فطبعا بيبقى في عندنا طبعا يعني فولتج عالي جدا 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 على الاكس راي تيوب. فالحقيقه البروتكتيف هاوزنج بيسمح ان احنا نقلل الاكسسيف راديشن، يعني نخلي الليكج ده اقل ما يمكن، وفي نفس الوقت بيبقى في عندنا هنا يعني زي ما احنا شايفين كده، ده البروتكتيف هاوزنج المعتاد بالنسبه للاكس راي تيوبس. بيبقى في عندنا فتحات كده محكومه نقدر نحط من خلالها الاطراف بتاعه الفولتج العالي جدا اللي بنستعمله في التصوير بالاكس راي، فبيبقى سيف بالنسبه للاشخاص اللي موجودين حواليه اولا، وبيبقى طبعا بيبقى يعني بيعمل بروتكشن كمان ميكانيكالي للاكس راي تيوب نفسها. الاكس راي زي ما كنا بنتكلم هي يعني الهاوزنج الموجود فيها ده ممكن يبقى مصنوع من زجاج او حاجه زي كده، فالحقيقه يعني برضو بيبقى لازم يبقى فيها حواليها سبورت ستراكشر في البروتكتيف هاوزنج ده، عشان يخلي برضو تعرضها مثلا للكسر او تعرضها للصدمات او كده يبقى اقل. فالبروتكتيف هاوزنج بيقلل الليكج راديشن، بيعمل سيف كونكشن للهاي فولتج اللي احنا بنستعمله في التصوير، وفي نفس الوقت بنعمل ميكانيكال بروتكشن للديليكيت كومبوننتس اللي موجوده عندنا في الاكس راي تيوب نفسها.